السلام عليكم. تحديث الوان يو اي 5.1 يجلب كل ميزته لهواتف سامسونج جالاكسي عادة ميزة واحدة مخصصة لسلسلة الاس 23. كل هذا واكثر ان شاء الله سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس امرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختار الكل وتوتو اول ولا تنسى دعم القناة ماديا اذا اردت عبر الضغط على زر تشكرات ميرسي او تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. اولا سنبدأ بما هي الميزة الوحيدة في تحديث الوان يو اي 5.1 التي ستكون مقتصرة فقط على سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 23. ستعمل شركة سامسونج على تحسين مظهر الوان يو اي المستند الى نظام اندرويد 13 مع اصدار الوان يو اي 5.1 ومع سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 23. ستقدم سامسونج توسيعا لميزة الفاست بير لنظام اندرويد في حين ان تحديث الوان يو اي 5.1 لن يقدمها الى اجهزة الجالاكسي الاقدم. ما هي ميزة الفاست بير الموجودة في تحديث الوان يو اي 5.1؟ في وقت سابق تم اكتشاف ان جوجل وسامسونج ستعرضان شراكتهما في حادث الجالاكسي امباكد، وستوفر سلسلة الجالاكسي اس 23 ميزة الفاست بير لنظام اندرويد، والتي تتيح للعملاء اعداد الحسابات والحصول عليها بسرعة حتى دون كتابة اي شيء. ومن خارج الصندوق تشغل او سوف تشتغل سلسلة جالاكسي اس 23 مع تحديث الوان يو اي 5.1، وستقوم سامسونج بتوصيله الى اجهزة الجالاكسي القديمة مع الكثير من الميزات الجديدة. وسيوفر التحديث ميزة جديدة حصريا لمجموعة هواتف الجالاكسي اس من الجيل التالي. وقام مصدر موثوق به بمشاركة معلومات حصرية يجب أن تعرفها. وفقا للمصدر سيتم تقديم ميزة الفاست بير مع سلسلة الجالاكسي اس 23، والجدير بالذكر أنه لن يتم تضمينه في تحديث الوان يو اي 5.1 لأجهزة الجالاكسي التي تم إصدارها مسبقا. ويجلب الوان يو اي 5.1 ميزة اندرويد المشتقة من الفاست بير لسلسلة هواتف الجالاكسي اس 23، وعن طريق هذه الميزة يمكنك نقل جميع الحسابات الضرورية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة مثل حسابات جوجل وسامسونج جنبا الى جنب مع كلمات مرور الواي فاي ايضا المحفوظة حتى دون كتابة كلمة واحدة من هاتف الجالاكسي او هاتف اندرويد القديم. والسبب وراء حصرية هذه الميزة هو متطلبات البلوتوث لو انرجي او BLE، بالاضافة الى انها مصنوعة لسلسلة الجالاكسي اس 23. بطبيعة الحال ستأتي اجهزة الجالاكسي المستقبلية مثل الجالاكسي زي فولد 5 والزي فليب 5 وايضا بعض الهواتف الاخرى مع ميزة الفاست بير المدمجة. برأيكم ما هي اهم ميزة في تحديث الوان يو اي 5.1، وما رأيكم في الفاست بير الذي سوف يكون مقتصر فقط على هواتف سلسلة جالاكسي اس 23؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.